السلام عليكم ورحمة الله. ازاي تعدي امتحان MRCS الجزء الاول من اول مرة ان شاء الله؟ انا دكتور محمود شعيب، مدرس مساعد واخصائي جراحة المخ والاعصاب. الفيديو ده ممكن يكون طويل شوية، فانا هحط كده على الفيديو كل دقيقة وفيها ايه. انا هتكلم في خمس حاجات ان شاء الله. هتكلم الاول في التعريف بالامتحان، بعد كده هتكلم على الطريقة القديمة اللي كنا بنذاكر بيها واللي انا ما عديتش بيها في 2013، وبعد كده هتكلم على الطريقة اللي بنصح بيها دلوقتي اللي انا عديت بيها في 2019، ودي نصيحة ناس كتير وعدى بنفس الطريقه معايا ناس كتير في نفس الامتحان والدور اللي قبله. بعد كده هتكلم على ازاي تحضر نفسك للامتحان، واخر حاجه المذكره اللي انا عاملها اللي ان شاء الله هتساعدك في ان انت تعدي الجزء الاول. اول حاجه التعريف بالامتحان. التعريف بالامتحان طبعا هو الامتحان بيبقى جزئين، بيغطي الورقه الاولى بتغطي جزء البيزك ساينس اللي هو الاناتومي، فيسيولوجي، باثولوجي، مايكروبيولوجي، فارماكولوجي، كل الكلام دوت. الجزء الثاني بيبقى على السيرجري سواء جنرال او كل السبيشاليتيز، بيجي فيها اسئله نيورو سيرجري، يورولوجي، فاسكولار، كارديو ثوراسيك، اورثوبيديك، زي ما يكون اي تخصص ممكن يجي فيه اسئله. بالنسبه لورقه البيزك هي بتبقى 180 سؤال في 3 ساعات، واكتر جزء فيها او اهم جزء فيها هو جزء الاناتومي اللي لازم تركز عليه اكتر حاجه. فهم 180 سؤال في 3 ساعات، يعني كل سؤال له دقيقه واحده بس تحله فيه، ولو انت عاوز وقت تراجع في الاخر يبقى لازم هتخلص كل سؤال في اقل من دقيقه. بعد كده بتريح نص ساعه او ساعه، وبعد كده بيبقى الورقه الثانيه بتاعه الجراحه بتبقى 120 سؤال في ساعتين، يعني نفس الوقت تقريبا، كل سؤال دقيقه او اقل. طبعا الامتحان ده بيبقى بحوالي 600 جنيه استرليني، بتزيد او تقل في بعض السنترز، دي معناها ان هو حوالي 12000 جنيه تقريبا، برضو تزيد شويه او تقل شويه. هسيب لينك الحجز بتاع الامتحان تحت الفيديو ان شاء الله. ده الجزء الاول. الجزء الثاني الطريقه اللي كنا بنذاكر بيها زمان وما عدتش انا بيها في 2013، ان احنا كنا بنقول نذاكر الجراحه ونحل عليها اسئله، ونذاكر البيزك ساينس ونحل عليها اسئله. فكان البيزك ساينس في كتاب مشهور اسمه بيزك ساينس سامري فور ذا ام ار سي اس، عامل واحد اسمه اندرو رافتري، وكنا بنذاكر اناتومي من سامح دوس، وكنا بنذاكر جراحه من كتب الجراحه بتاعه سنه سته، اي كتاب انت بتذاكر منه، او كتب بتاعه الام ار سي اس اسمها اسينشال ريفيجن نوتس فور انتر كوليجيت ام ار سي اس. دول كتابين وكل كتاب جزئين، كتب كبيره جدا يعني. فكنا بنذاكر كل جزء ونحل عليهم اسئله برضو من كتب اسئله، كان في كتب مشهوره في الاسئله منها في البيزك كتب اسمها كتب الخمسميات، كتاب 500 سؤال في الاناتومي، 500 سؤال في الفسيولوجي، و500 سؤال في الباثولوجي وهكذا. وفي الجراحه كان في اسئله كتير منها اسئله ام سي كيو او اي ام كيو. برضه حته الاي ام كيو هي اسئله الاي ام كيو اللي هي الاكستندد ماتشنج كويستشنز، اللي هي اسئله التوصيل، ان انت عندك مجموعه اختيارات ومجموعه اسئله وبتوصل من الاختيارات للاسئله. الاسئله دي ما عادش بتيجي في الامتحان، كل الامتحان ام سي كيو بس. بس لو قبلك وانت بتحل اسئله اي ام كيو ممكن تحلها عادي، هتديك معلومات ممكن تيجي في الامتحان، لكن صوره سؤال الاي ام كيو ما عادش بيجي، كل الاسئله دلوقتي في الامتحان ام سي كيو بس. دي الطريقه اللي كنا بنذاكر بيها زمان، والطريقه دي متعبه وبتاخد وقت طويل، وفي الاخر انا ما عدتش بيها، وما هيش مطلوبه، يعني ما انتش محتاج المجهود ده كله ان انت تقعد تذاكر الكتب دي كلها وتحل عليها، انت محتاج على الاقل سنه ان ما كانش اكتر، والكلام ده كله مش مطلوب. الجزء الثالث الطريقه اللي بننصح بيها ان انت تذاكر بيها دلوقتي هي ان انت تبدا تحل اسئله على طول، ما تقراش ولا كلمه نظري خالص، تبدا تحل في الاسئله على طول. طيب انا مش فاكر اي حاجه خالص من منهج الجراحه ولا البيزك ساينس، مفيش اي مشكله خالص، انت راجل خلصت كليه الطب عندك شويه معلومات في دماغك، لو انت عندك اي كلينيكال اكسبيرينس في الجراحه هتبقى تفيدك كتير جدا في الامتحان وفي المذاكره والحل. لو ما عندكش حتى مفيش مشكله خالص، المعلومات هتيجي من حل الاسئله على طول، هتبدا تحل اسئله على طول. هتحل اسئله منين؟ في موقعين تحل منهم، موقع اسمه emrts.com وموقع اسمه bastest.com. emrcs.com عليه اكتر من 2000 سؤال. الموقع ده فيه كذا ميزه، ان هو الاسئله بتاعته سهله، والاسئله متقسمه بشكل كويس جدا، يعني هو مقسم، هتلاقي مقسم اناتومي، فيسيولوجي، باثولوجي، وبعد كده مقسم الجراحه ببرانشاتها، فالموقع تقسيمته حلوه جدا. والموقع ميزته ثاني ان هو رخيص، الموقع ده بتحجز فيه 4 شهور ب 30 جنيه استرليني، وست شهور ب 40 جنيه استرليني، يعني تقريبا هيبقى من 600 ل 800 جنيه مصري. لكن عيبه ان الاسئله بتاعته سهله، فهي مش شبه لاسئله الامتحان قوي، يعني الامتحان مش بسهوله الاسئله الموجوده في الاي ام ار سي اس. الاي ام ار سي اس اسئلته الى حد ما سهله قوي، ممكن يجي منها حاجات في الامتحان، بيجي منها حاجات
بس ما اقدرش اقول ان بيجي منها جزء كبير في الامتحان، بس هو ممكن يكون حاجه تبدا انت تذاكر بيها فيشجعك شويه على المذاكره والحل، لان هو سهل. انا بدات احل في موقع الاي ام ار سي اس وانا ما قريتش ولا كلمه خالص. انا راجل بتاع نيورو سيرجري، ماليش علاقه خالص بالجراحه العامه ولا البيزك ساينس من زمان. بدات احل على الموقع على طول من غير ما اقرا كلمه خالص، كنت بجيب تقريبا 50% من الاسئله صح، سواء بقى معلومه انا فاكرها او انا بضربها كده وبتيجي صح، بس انا بجيب 50% من الاسئله صح من غير قرايه ولا كلمه خالص. يعني الموقع الثاني هو باس تيست. الموقع ده بتحجز فيه 3 شهور ب 84 جنيه استرليني، وممكن تحجز لحد سنه بيوصل ل 165 جنيه استرليني، يعني هيبقى رينج اللي انت هتدفعه عليه من 1700 جنيه ل 3300 جنيه. الموقع دوت ميزته ان اسئلته منوعه، فهي شبه اسئله امتحان، فيها حاجات سهله وحاجات صعبه، وعليه امتحانات من الامتحانات اللي فاتت، عليه امتحانات كامله من الامتحانات اللي بتيجي قبل كده، بتبقى غالبا اخر 3 امتحانات جت بيبقوا موجودين على الموقع كاملين تقريبا. دي ميزه مهمه جدا هنقول عليها بعد كده. عليه فيديوهات شرح المنهج كله تقريبا، عليه فيديوهات فيسيولوجي اناتومي، عليه فيديوهات سيرجري. انا ما سمعتش حاجه خالص من الكلام ده، بس هي ميزه موجوده لكن هي ما تلزمناش بصراحه قوي. ميزته كمان ان هو له ابلكيشن للموبايل، يعني انت لو انت عاوز تحل وانت بتتحرك وانت بتسافر، عاوز تستغل وقتك في اي مكان، بتنزل ابلكيشن على الموبايل الباس تيست وتحل من عليه، حتى لو انت في مكان ما فيهوش شبكه. هو الابلكيشن لازم يكون فيه نت عشان يشتغل. لو انت في مكان ما فيهوش شبكه بتقدر ان انت تعمل داونلود لمجموعه اسئله على الابلكيشن وتحلها، ولما ترجع للمكان فيه شبكه نت تاني بيعمل ابلود للاسئله دي على الموقع، بحيث ان انت يبقى يعني على الموقع ان انت حلتها ما تكررهاش تاني. عيبه ان هو طبعا غالي، اغلى من الاي ام ار سي اس، لكن هو افضل. عيبه الثاني ان تقسيمه الاسئله فيه تقسيم، يعني عامل تفريعات التقسيمات كده متعبه شويه، تلاقي مثلا جي اي تي موجود تحت كذا تقسيمه، تلاقي ابدو من تحت كذا تقسيمه، او ابر لين تحت كذا تقسيمه، رخم شويه في التقسيمه بتاعته، بس ما فيش مشكله يعني انا مش لاقي لها حل. لكن هو مميزاته يعني غالبه عيوبه، يعني انا لو هقول واحد افضل منهم فهو باس تيست افضل بكتير من الاي ام ار سي اس حتى لو هو اغلى. ده الجزء الثالث. طيب نيجي للجزء الرابع في الفيديو، ازاي انا هحضر نفسي للامتحان، ازاي بقى هذاكر بجد. النصيحه عموما ان انت تبدا بموقع الاي ام ار سي اس، يعني لو انت معاك فلوس تحجز الموقعين تبدا بالاي ام ار سي اس، تخلص الموقع كله حل الاول، تحل برانش ببرانش. يعني مثلا هحل اورثوبيدكس الاول اخلصها، ادخل على يورولوجي وهكذا برانش ببرانش اخلصه واحله. بتحل السؤال، بعد ما تحل السؤال سواء اجابتك صح او غلط تحتها اكسبلانيشن، بتقرا الاكسبلانيشن. مش مطلوب ان انت تحفظ الاكسبلانيشن ده خالص، انت بتقراه بس، ما تحاولش تحفظ اي معلومه، انت هتقرا بس الكلام الموجود تحت اجابه السؤال. في اسئله بتلاقي الاكسبلانيشن متكرر تحتها، لو انت حسيت ان انت المعلومات معلقه في دماغك شويه خلاص فوت، خش على السؤال اللي بعده. اكسبلانيشن اول مره تقراه، لا اقراه وبعد كده خش على السؤال اللي بعده. ممكن تعمل لنفسك ملاحظات، لو لقيت بعض الاسئله بتتكرر ممكن تعمل لنفسك شويه نوتس كده هتفيدك في المراجعه قبل الامتحان. بعد ما خلصت الاي ام ار سي اس تدخل على الباس تيست بنفس الطريقه، برانش برانش بتحله وبتقرا الاكسبلانيشن بتاعت كل سؤال. بعد ما تخلص حل الموقعين تبدا بعد كده في الامتحانات السابقه، الامتحانات اللي فاتت الناس بتجمعها موجوده على جروبات في الفيس والواتس، وانا هحط لينك ليها تحت الفيديو لمجموعه امتحانات من السنين اللي فاتت لحد تقريبا 2019. هتحل الامتحانات دي كلها. مشكلة الامتحانات اللي متجمعة ديت ان هي في اسئلة منها مكتوب بعض، يعني جزء من السؤال، السؤال مش مفهوم، او مكتوب الاجابة مثلا وممكن تكون الاجابة اصلا مش مظبوطة. فالموضوع الامتحانات اللي فاتت دوت يعني هياخد منك مجهود شوية، ان انت ممكن تقرا السؤال اللي هم الناس مثلا جايبينه من الامتحانات اللي فاتت مش مكتوب بشكل واضح، ممكن يكون مكتوب كويس وكل حاجة، ممكن يكون بشكل مش واضح، ممكن يكون مكتوب سؤال مش مكتوب اجابته ايه، فانت هتحتاج تدور على اجابته. موضوع متعب شويه. انا ما حليتش بصراحه كتير من الامتحانات دي، انا حليت جزء صغير منها يمكن 3 4 امتحانات بس، وبعد كده حليت الامتحانات القديمه الموجوده على الباس تيست، ودي مهمه جدا، امتحانات كامله واسئله كامله وموجوده باجاباتها، مهمه جدا جدا جدا، بيجي منها اسئله كتير في الامتحان. وبعد كده تحل حاجه اسمها فوزيه شيت، هسيب لكم لينك برده له تحت الفيديو ان شاء الله. فوزيه شيت ده اسئله متجمعه من امتحانات فاتت، من الباس تيست، من الاي ام ار سي اس، بيجي منه اسئله كتير في الامتحان. هي الفكرة إن الامتحان فيه مواضيع فيه لازم بيجي فيها أسئلة، أيا كان الامتحان الدور أو السنة بيجي أسئلة من مواضيع لازم يكون فيها سؤال، زي أنا بتاع نيورو سيرجري مثلا لازم يجي لك سؤال في الجلاسكوكوما سكيل، ما ينفعش ما يجيش فيه سؤال في الامتحان، ما ينفعش ما يجيش سؤال عن الإي بي جي، ما ينفعش ما يجيش سؤال
عن الانتي بليتلتس والانتي كواجوليشن والبروفيلاكسيس بتاع الدي في دي والبالونر امبوليزم. ما ينفعش ما يجيش سؤال غالبا في موضوع الكونسنت بتاع السيرجري، دي من الحاجات اللي لازم فيه يجي فيها اسئله. فانت محتاج وقت قد ايه تعمل بقى الكلام دوت، ان انت تحل الاي ام ار سي اس وبعده الباس تيست، وبعد كده تحل الامتحانات اللي فاتت، وبعد كده تراجع في الاخر مع شيت فوزيه. محتاج وقت تقريبا 5 شهور، يكون عندك وقت فاضي في اليوم من 4 لـ5 ساعات على الاقل. فلو نايب في اول سنه في النيابه والوقت مضغوط جدا، منصحش ان هو يخش الامتحان، ممكن في اخر النيابه الوقت فاضي شويه، ممكن قبل النيابه او بعدها يكون الوقت مناسب شويه. لكن ده رايي ان انت محتاج 5 شهور 5 ساعات في اليوم تقريبا، تقدر تخلص اي ام ار سي اس وتراجعه وتحله مرتين، ممكن شهر ونص لـ2 شهر، وممكن 2 شهر زيهم تخلص باس تيست وتراجعه كويس، ويبقى لك شهر تحل فيه امتحانات فاتت وتراجع فيه وتلم نفسك. ده كده الجزء الايه الرابع. نيجي للجزء الخامس، المذكره اللي انا عاملها. انا عامل مذكره فيها سمري لشامل كل الامتحان ما عدا بعض المواضيع البسيطه خالص اللي هي البري اوبراتيف كير والانتي كواجوليشن والاستاتستكس والاوديت والريسيرش. الحاجات دي مش موجوده في المذكره كويس، لكن هي شامله كل الباقي، كل البيزك ساينس وكل السيرجري شاملاه بكل براكتاتهم يعني تقريبا. الفكره ان انا لما كنت بحل الاسئله كنت باخد المعلومه من السؤال واجمعها بره، وبعد السؤال اللي بعده اطلع معلومه ثانيه وهكذا، فلقيت بيتراكم معايا معلومات بس جمعتها بس بشكل منظم. يعني انا لما يطلع عندي ان البريفرال نيرف الفلاني الانجري بتاعه بيعمل كذا، يجي سؤال ثاني بريفرال نيرف ثاني والانجري بتاعه بيعمل كذا، فجمعت الكلام ده في جداول. مثلا الماسل جروبس، الماسل بتاعها، الماسل ايه الاوريجن بتاعها، الانسرشن، النيرف سبلاي، الاكشن، الحاجات اللي جت في اسئله قدامي كلها جمعتها بس بشكل منظم شويه. المذكره دي فيها تجميع لاكثر من 6000 سؤال تقريبا من ساعه ما دخلت في 2013 وما دخلت ثاني في 2019. فهي عليها اسئله من كل الدنيا، من الاي ام ار سي اس والباس تيست ومن الكتب ومن الامتحانات اللي فاتت وكل حاجه. عشان تستفيد من المذكره ببساطه شديده جدا، انت ممكن تقرا الشابتر وبعد كده تحل عليه. يعني مثلا تقرا شابتر الابر ليم وبعد كده تحل عليه الاسئله، او ما تقراش خالص زي ما احنا قلنا، انت هتحل عادي خالص، تبدا بالاسئله، تحل سؤال جالك في السؤال معلومه سواء انت حليت صح او غلط، برضه عاوز تراجع المعلومه. جالك مثلا معلومه مثلا ميديان نيرف انجري، هتدخل تفتح المذكره البي دي اف، تيجي في السيرش بتاعه وتكتب ميديان نيرف. انا بعمل اختصارات كتير في المذكره، هتلاقي صفحه كده الابريفيشنز في الاول لازم تبص عليها عشان تعرف تعمل سيرش فيها. هتكتب مثلا ميديان ان ميديان نيرف، انتر، هيطلع لك الحته اللي فيها الميديان نيرف، ممكن تلاقيه موجود في مكان او اكتر، اقرا المكان او الاثنين اللي موجود فيهم الميديان نيرف، هتطلع بالمعلومه اللي هي عندك في السؤال ان شاء الله. يعني نادر ان شاء الله ان انت تلاقي سؤال يقابلك مش هتلاقي له كلام عليه في المذكره. بنسبه ان شاء الله 90% او اكتر من الاسئله اللي انت هتحلها في الباس تيست او الام ار سي اس او غيرهم هتلاقي عليها كومنت في المذكره. فهي يا اما تقراها وتحل بعدها، او ما تقراهاش خالص، حل زي ما اتفقنا عادي جدا. وبعد ما تحل السؤال لو عاوز تقرا المعلومه بتاعته، لو عندك الاكسبلانيشن تحت السؤال واضح وكفايه خلاص كفايه، عاوز ترجع له في المذكره هترجع له، هتلاقي معلومه مختصره وهي الخلاصه اللي بتيجي في الامتحان غالبا. يعني ده اخر جزء كنت عاوز اتكلم عنه. هحط ان شاء الله تحت الفيديو اللينك بتاع حجز الامتحان، اللينكات بتاعه المواقع، لينك للمذكره ولينك للامتحانات اللي فاتت ولينك لفوزيه شيت. لو حد عنده اي اسئله يحطها تحت الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.